السلام على كل العزيزات والأعزاء متابعات ومتابعي قناة مراكون كريم تي في الجريمة المغربية، وأهلا وسهلا بالجميع. بعد وعكة صحية ألمت بي وطالت 11 يوما، رجعت لكم فيديو واحد آخر جديد ومعذرة على هذا الغياب الاضطراري. مكره أخوكم، ونتمنى ما يتعاودش الغياب، والهلا يوريكم أذى فعزيز عليكم. قولوا آمين. بسم الله على بركة الله، نبدأ في تسجيل هذا الفيديو. الفيديو ديال اليوم هو ديال قصة واحد المعلم قتل مرسول خياطة، قتلها قدام عينين ولادهم بجوج وبطريقة بشعة. أكيد غادي تبقى محفورة في ذاكرة وقلوب الدراري، مساكن الله يكون لهم في العوان. فقدوا الأم اللي ماتت مغدورة، وكذلك فقدوا أب اللي مشى يتدفن في الحبس بالنظر للعقوبة باش تدان. القاتل نال الجزاء ديالو، خد العقوبة الموازية لخطورة الفعل الجرمي اللي تورط فيه. تحكم عليه نهار الأربعاء 14 جانفي 2022، وما تمشيو فين، أنا جايكم سنعطيكم الأحكام والحيثيات ديال هاد الجريمة. المعلم من مواليد سنة 1973، يعني دابا في العمر ديالو 53 عام. مرتو صغيرة عليه والعمر ديالها الله يرحمها 34 عام، مزوجين من هذه سنين وعن حب وعن معرفة سابقة مسبقة ما بيناتهم. والثمار ديال زواجهم هو جوج وليدات صغار مساكن، وهم أكبر ضحية في هذه الجريمة. الله يعوضهم ويكون لهم عوين ويعوضهم في حنان الأب والأم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الجريمة وقعت في الأيام الأولى من شهر نوفمبر 2020، يعني هذه عامين تقريبا. سيد كان كيشك في مرسو، قال لك كيشك بلي كتخونو مع شي حد، وانتقم منها ذبحها بجنوية قدام عينين وليداتهم بجوج. شتو البشاعة، قتلها وقدام عينين ولادهم بلا ما يراعي لا للعشرة ولا لديك الوليدات مساكين اللي تفجعوا وهما كيشوفوا أمهم كتذبح بديك الطريقة. لا حول ولا قوة. قال لك ما قال لك، لقى عندها شي دردشات دي ميساج إلكترونيين في الفيسبوك مع شي عاشق مفترض أو افتراضي، الله أعلم شكون هو هذا العاشق، واش هادشي بالصحة ولا. المهم السيد شك وقرر ينتقم منها، وجاب موس ونحرها قدام عينين ولادهم. ما رعى للعشرة ولا للصغر السن ديك الولاد. إلا ما تفهمتوش، جوج جمعوكم وجوج يفرقوكم، ولو أن الطلاق أبغض الحلال. وخا توصلوا للطلاق والقتيلة، لاش تحد ما عنده الحق باش يقتل واحد آخر ويزهق حقه في الحياة. لا حول ولا قوة إلا بالله. السيد وجه لمرتو عدة طعنات الأنحاء مختلفة من الجسم ديالها في ديك النهار ديال الأربعاء مع الظهر تقريبا. هو نهار كحل بمعنى الكلمة، ما غاديش تنساه العائلات بجوج، لا ديال الرجل ولا ديال المرأة. والجريمة وقعات في ديك الدوار اللي سميتو دوار العياشي في مدينة تيفلت. ذبح مرتو وهرب، والناس كيقولوا باللي في الايام الاخيره قبل ما يدير هذه الجريمه كان عندهم مشاكل كثيره ما بينه وبين مرسو. والغواز ديالهم كان كيتسمع من عند الجيران اللي كانوا عارفين متخاصم، عارفينهم متخاصمين، لكن علاش السر كيبقى ما بين المراه وراجلها، والله اعلم باللي بيناتهم. الجاني قتل مرسو وهرب، خلاها مرغه في دمها كتلفظ الانفاس ديالها، وخلى ولادهم مساكن بجوج كيموتوا مشدت البكاء. والشي اللي شافوه قدام عينيهم، باهم كيقتل امهم الله يحسن العوان، مشهد مع عمرو يتحيد لا من الذاكره ديالهم ولا من قلوبهم. قتلها وخلاها وخلاهم على ديك الحاله وهرب. البوليس كانوا توصلوا معلومات حول الوجهه ديالو، شدوه على مستوى مدخل مدينه الخميسات، كان ماشي في اتجاه الخميسات باش يهرب. بشهر من الدوار حتى ديك البلاصه فين غادي يتشد ويتحال على المفوضية الجهوية ديال الأمن في مدينة تيفلت. المعلم كان كيقري في واحد المجموعة مدرسية في المنطقة، والشك عماليه عينيه. المهم السيد تشد
وهذه عامين هو في الحبس، بعد ما عامين كانت دوز فيها شهور وهو يعرض أمام قاضي تحقيق محكمة الاستئناف في الرباط. وبعد ما تسلى تحقيق تفصيلي معه تحال لغرفة الجنايات الابتدائية اللي أجلات المحاكمة ديالو في عدة جلسات قبل ما يصبح الملف الجنائي ديالو جاهز للمناقشة، وقبل ما هيئة الحكم تستمع له ولكل من يمكن أن يفيد في هذه الجريمة، وكذلك إلى الاستماع ديال المرافعات ديال الدفاع. نهار 6 جانفي 2021 هو النهار اللي تحل فيه الملف على هذه الغرفة، وهذه الغرفة أجلت المحاكمة ديال المتهم في 12 جلسة. وبعد عام تقريبا وبالضبط نهار 14 جانفي 2022 غادي تحكم على المعلم المتهم. وسمحوا لي أنا كررت المعلم، ماشي أنه ظرف شديد أو شي حاجة، والمعلم مقتل مرتو، سواء معلم سواء قاضي سواء صحفي، مهم الأساس هو الجريمة وماشي المهنة، وما عمر المهنة كان ظرف شديد في جريمة معينة باش حتى شي حد ما يطلع له الدم يقول راه حط على المعلمين ولا على شي حاجة بحال هادشي. المهم المحكمة دارت كل الإجراءات باش تبلغ عائلة الزوج الهالك ذوي الحقوق ديالها. للأسف ما انتصبش طرف مدني في الملف الجنائي اللي تبع فيه المعلم. وبعد ما تعذر ذلك ناقشت الملف واستمعت المتهم وكذا الشهود وحكمات عليه، حكمت عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة لأجل قتل العمد مع سبق الإصرار، وما أخذتوش بظرف الترصد. هاد الجلسة ديال 4/14 جانفي ماشي غير هاد الملف اللي تحكم فيها أو تحكم فيه المعلم بالمؤبد. هاد الجلسة عرفت 3 الأحكام بالسجن مدى الحياة، كل في جرائم متعلقة بالقتل كلها تحكمات بالسجن المؤبد، في أكبر عدد ربما من أحكام المؤبد اللي كتصدر في جلسة واحدة من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بمدينة الرباط. المثير أن الملف الثاني اللي تحكم فيه المتهم بالمؤبد كيتعلق أيضا بجريمة قتل وقعات في الخميسات حتى هي بالضبط في دائرة الروماني. هذه المرة المتهم في العمر ديالو 33 عام قتل شي صديق ديالو في جلسة خمرية، كانوا كيعقلوا الخمر كوبليا كوبليك، وقع خلاف ما بيناتهم ووجه له طعانات بموس، والجاني تمت المتابعة ديالو لأجل القتل العمد محاولة القتل العمد مع سبق الإسراء والترصد، وزيد عليها حيزة سلاح بغير مبرر قانوني واستعمال ديالو في التهديد والسوق العلني وحتى إهانة رجال الأمن. حتى ذوي الحقوق ديال الهالك في هذه الجريمة ما حضروش وما تصبوش طرف مدني. في الوقت اللي الحكم الثالث المتعلق بالمؤبد صدر في حق واحد الشاب في العمر ديالو 29 عام كاين حدر من سلا بالضبط من منطقة عامر، حتى هو قتل شي ولد الجيران وتمت المتابعة ديالو بتهمات القتل العمد مع سبق الإسراء والترصد، وهي الجناية اللي تمت المؤاخذة ديالو بها دون سبق الإصرار. يعني الحيثيات ديال الملف أكدت أن ما كانش سبق إصرار في هذه الجريمة. هذا الجاني جرح تأخوه للمتابعة القضائية بعد ما احتضنوا مع شي متهم ثالث مباشرة بعد ارتكاب الجريمة اللي قتل فيها ولد الجيران سلا. الله يهدي ما خلق، والله ينبه لعيوبنا، والله يدينا في الطول، والله يبعد عليكم كل الأذى والسوء، ومعذرة على البحة وعلى الصوت، وإلى فرصة لاحقة دمتم أوفياء للقناة ودامت أفراحكم.